تبعه في الحديث عن هذا العلم قديما أو حديثا، لو تذكر لنا أمثلة يعني في هذا الشأن، تفضل. أولا أشكرك كتير على استضافتك لي في البرنامج اللي أنا متوقع له إن شاء الله بنجاح، وأسلوب إلقائك الجميل يعني، أشكرك، وبالتوفيق إن شاء الله للبرنامج. الله يكرمك، شكرا. الشيء الثاني اللي عايزين نقوله قبل ما نتكلم، ما نفهم الميكانيكا هو عبارة عن إيه. فهو إحنا كنا بنقول الميكانيكا مش علم قديم، هو علم قديم الحقيقة، لأن هو علم الحركة. علم فهو قديم. هو علم قديم. جميل. وهو علم الحركة، حركة الأجسام. معلش أنا هتكلم بالعامية مش بالفصحى زي ما حضرتك بتتكلمي، بس يعني لا يا فندم، لك الحرية، أنت ضيفي وعلى راسي والله، اتفضل براحتك. الله يحفظك. فهو علم حركة الأجسام. جميل. الجسم لما بيتحرك ده في قوة بتأثر عليه، وبالتالي هو ده علم الميكانيكا أساسا. تمام. حضرتك ذكرت العلماء، طبعا أرشميدس عالم من العلماء الكبار. جميل. وهو تخصص في حاجة اسمها علم الطفو، اللي هو منه دلوقتي احنا عملنا وصنعنا السفن والمراكب وخلافه. يعني هو لم ينسب له الفضل في اكتشاف هذا العلم. لا. أنا قرأت أنه من أوائل، يعني هو لم جاء من بعده أضافوا لهذا التخصص. إذن لم ينسب له الفضل في اكتشاف هذا العلم، ولكن من أول من تحدثوا به، أليس كذلك؟ الحقيقة من أوائل الناس اللي تحدثوا في علم الميكانيكا كان عالم عربي مسلم. جميل. ودي كانت حاجة جميلة. عالم عربي مسلم. بالضبط. احنا عارفين طبعا ان ايه، ان كتير قوي الترويج للميديا بيبقى على الناس الاوروبا اكتر، او الاوروبيين الامريكان اكتر مننا، بس الحقيقة لازم ان احنا نقولها، لان التراث كله كان من عندنا احنا العرب المسلمين. التراث كان من الاصل عندنا. والاساس في علوم كثيرة يعني. دي حقيقة. صحيح. منها علم الميكانيكا. جميل. مثلا العالم اللي ينسب له الفضل الكبير، وهو الحقيقة مش عالم، هو عالم ومخترع، لازم نفرق بين الاثنين. في فرق اصلا ما بين يعني لغويا حتى ما بين عالم وبين مخترع. لو يعني تتفضل حضرتك تكرم بده. العالم اللي هو بيحدد النظريه، اللي بيدي لك الثيوري نفسها، النظريه، القوانين والحاجات دي. ايوه. المخترع اللي بيخترع الات احنا جميل. بنستعملها في حياتنا اليوميه، او احنا بنستعملها عموما يعني بتفيد الانسانيه. طبعا هذا التعريف في كل المجالات، بين المخترع وبين العالم. بالظبط. ده جميل. تعريف عام تقدري انك انت تقوليه على كل الناس. جميل. عموما جميل. العالم الجزري ده كان اول عالم مسلم. عالم الجزري. وكان وهو اتولد في 1136 ميلادي. واتولد في المنطقه اللي هي دلوقتي، هو معانا حتى صورته على الشاشه طبعا. تمام. جميل. دي صوره العالم الجزري. جميل. والحقيقه العالم الجزري راجل من شمال سوريا، اللي هي المنطقه دلوقتي اللي هو اسمها ديار بكر، اللي هي جنوب تركيا، لان هم الثلاث اماكن دول، شمال العراق، شمال سوريا، وجنوب تركيا، كانوا منطقه اسمها جزيره الفرات زمان. جزيره الفرات. الجزيره الفراتيه. اسمها كده. صحيح زمان. صحيح. فالجزيره الفراتيه ده هو منها. جميل. طلع منها عظماء كتير، صلاح الدين وخلافهم، كان من ضمنهم العالم الجزري. هو كان عالم وفي نفس الوقت مخترع، وهو اخترع حاجات كتير قوي، من ضمنها الساعه المائيه. الساعه نفسها اللي احنا بنستعملها دلوقتي في ايدينا كانت بداية ساعة مائية، وبعدين ساعة رملية، وتطورت الموضوع. وآلات رفع المية زي الحلزون، اللي هو اللي احنا كنا بنستعمله في مجرى العيون، اللي كان بيوصل للقلعة مية زمان. جميل. فدي حاجة من الحاجات الاختراعات بتاعته، وبرضو الصمامات والمحابس وخلافه. جميل. يعني عمل حاجات كتيرة في حياته. جميل. تلا بعد كده هو في القرن الخامس عشر العالم إسحاق نيوتن، عفوا في القرن السادس عشر. السادس عشر. 1642. وفعلا وقت ظهوره وظهر في هذا القرن السادس عشر. بالظبط. صحيح. ده العالم، ده عالم نقدر نقول عليه عالم، نصنفه كعالم. عالم. العالم إسحاق نيوتن. صورته ظهرت على الشاشة دلوقتي. وكانوا بيسموه سير نيوتن. سير نيوتن. لأن هو كان. كان عظيمة يعني. كان سير ده لقب كبير. كان عنده مناصب كتيرة جدا، كان أستاذ، وكان رئيس الجمعية الملكية، كان أستاذ في جامعة كامبريدج. فهو عالم بريطاني. وقعد 84 سنة أنشأ قوانين، أهم ثلاث قوانين في الميكانيكا. قانون نيوتن الأول والثاني والثالث، اللي هم بينظموا حركة الأجسام، زي ما اتفقنا في الأول أن الميكانيكا هو علم الحركة. الميكانيكا علم الحركة، كلام سليم. بالضبط. فهو نيوتن من ضمن الناس اللي عملت ثلاث قوانين نظموا علم الإنسان. فإحنا بنكلاسيفاي أو بنصنف نيوتن على أنه عالم مش جميل. مخترع. جميل. اختراعاته أقل من أن هو يصنف كمخترع. تمام. ثالث عالم بعد كده هون، اللي هو بقى في القرن، في العصر الحديث، اللي هو التاسع عشر. جميل. في القرن التاسع عشر اسمه نيكولا تسلا. نيكولا تسلا. نيكولا تسلا مش نيكولا سعبا، نيكولا تسلا. تمام. نيكولا تسلا ده في القرن التاسع عشر.
حلو. عالم كرواتي هاجر على الولايات المتحدة بعد كده وأخذ الجنسية الأمريكية بعد كده. جميل. وكلاسيفايد أز مخترع، يعني يصنف على أنه مخترع، وده كان من أكتر الناس اللي اخترعت آلات في العصر الحديث اللي بتفيدنا لغاية النهاردة. جميل. وحاجة من الواقعات الكبيرة قوي اللي عملها نيكولا سابا كان في حياته حتى كانوا بيصنفوها باسمه، إن هو عمل برق وسموه اسم برق نيكولا، عمل نسبة له سميت على اسمه، عمل برق صناعي فكان ولد ملايين الفولتات. جميل. في المعمل بتاعه دي في منهاتن. تعد ان دي اهم برضو انجازات في بوادر ظهور هذا التخصص. ده في القرن التاسع عشر فعلا. اكيد طبعا دلوقتي وصلنا